أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى نشرة أخبار الثقافة من قناة عمان الثقافية، نبدأها بالعناوين. تتويج الفائزين في الدورة الخامسة من الجائزة الوطنية للبحث العلمي. لرفع الوعي البيئي والسياحي، جولة تعريفية بصحراء الربع الخالي بمحافظة ظفار. أهلا بكم. أعلنت هيئة البحث العلمي عن البحوث الفائزة في الدورة الخامسة من الجائزة الوطنية للبحث العلمي، وهي عن أفضل بحث علمي من حملة الدكتوراه والباحثين الناشئين، إلى جانب تكريم أفضل 6 مشاريع بحثية طلابية ضمن برنامج دعم بحوث الطلاب من مؤسسات التعليم العالي المختلفة. جاء ذلك خلال انطلاق الملتقى السنوي الخامس للباحثين الذي رعاه صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان رئيس مجلس البحث العلمي. توجهات السلطنة في نشر ثقافة البحث العلمي واضحة، وتهيئة بيئة بحثية محفزة للباحثين والمبتكرين ترجمته السلطنة واقعيا. هنا حيث انطلاق برنامج الملتقى السنوي الخامس للباحثين الذي تم فيه الإعلان عن البحوث الفائزة في النسخة الخامسة من الجائزة الوطنية للبحث العلمي، جاء وسط مشاركة من الباحثين والأكاديميين والخبراء والمبتكرين. كل سنة هناك برنامج مختلف، وكل سنة الحمد لله نرى بحوث ممتازة وجديرة بالتطبيق وجديرة بالتمويل. طبعا نحن في المجلس نرحب بهذا، وبصراحة نريد نزيد الموارد المتاحة والجهود المتاحة لتمويل هذه البحوث والرقي ببرنامج تمويل البحوث إلى ما هو أفضل. فأبارك لجميع من فازوا اليوم بجوائز، وشجع وأدعو الجميع أن يساهموا وأن يشتركوا معنا في برنامج البحوث، وإن شاء الله نرى كل سنة تطور وتقدم في هذه البحوث. بحوث قدمت فنالت شرف التتويج تمثلت في قطاعات الطاقة والصناعة والتعليم والموارد البشرية، وقطاع البيئة والموارد الحيوية والصحة وتنمية المجتمع، والاتصالات ونظم المعلومات، وقطاع الثقافة والعلوم الاجتماعية والأساسية. اختيرت بدقة من قبل لجان التحكيم التي كانت كلمتها الفصل وسط منافسة تستند على معايير علمية. أحثي عن الطفرة الجينية، الخلايا الدم المنجلية نوع عمان، الخلايا اللي اكتشفت فيها إن الخلايا العمانية تكون أصغر وقابلة للجفاف أكثر من أي خلايا دم غير العمانية. في بحوثات جالسة أسويها على علاجات هذا النوع من الخلايا الحمراء. البحث يتناول محاولة للكشف عن الغش في الأدوية العشبية باستخدام تقنية تعرف بمطياف الكتلة. كان الهدف هو مسح السوق المحلي لمعرفة أنه هل الدواء العشبي المسوق في السلطنة خالي من إضافة مواد صيدلانية مصنعة أم لا؟ عبر جلسات حوارية كان النقاش مستفيضا حول إمكانية توظيف البحوث العلمية الفائزة والخروج برؤى موحدة بما يخدم رؤية عمان 2040 في الوقت الذي تنظر فيه السلطنة إلى تطلعاتها المستقبلية لتكون في مقدمة الركب في كافة الأصعدة، واضعة القطاع البحثي وتشجيع الابتكار ضمن الأولويات. مجلس البحث العلمي في إطار سعيه لبناء السعة البحثية في السلطنة، فإنه ماض في الإعلان عن حزمة جديدة من البحوث العلمية في السلطنة. من مركز عمان الدولي للمؤتمرات والمعارض، محمد بن عمير الهنائي. تنطلق غدا أعمال ندوة مسندم في ذاكرة التاريخ العماني والمعرض الوثائقي الثامن في محافظة مسندم. الندوة التي تنظمها هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية تهدف إلى الكشف عن التاريخ الحضاري العماني المتمثل في تاريخ وحضارة مسندم في مختلف المجالات، وإلقاء الضوء على الدور الكبير الذي قام به أبناء مسندم في التاريخ العماني.
كما ستبحث الندوة الأبعاد الاقتصادية والسياسية للموقع الجغرافي والاستراتيجي لمسندم، كما ستستعرض جوانب من الحياة العلمية والثقافية والأدبية في مسندم والتعرف على العادات والتقاليد العمانية الأصيلة التي تشتهر بها، واستعراض جوانب التقدم والتطور التي تشهدها المحافظة إجمالا. قامت وزارة السياحة ممثلة بالمديرية العامة للسياحة بمحافظة ظفار بتنظيم رحلة تعريفية توعوية إلى منطقة الخذف بصحراء الربع الخالي بمشاركة مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار ممثلا بمكتب والي ثمريت وبلدية ثمريت والمديرية العامة للبيئة والشؤون المناخية بالمحافظة. وتأتي هذه الرحلة في إطار سعي الوزارة إلى رفع الوعي البيئي والسياحي والحفاظ على البيئة المستدامة. في إطار الجهود المبذولة والعمل المشترك مع شركاء القطاع السياحي وانطلاقا من الاهتمام بالبيئة الصحراوية، وفي خضام موسم السياحة الشتوية بمحافظة ظفار والذي يبدأ من نهاية شهر أكتوبر إلى شهر إبريل، قامت المديرية العامة للسياحة بمحافظة ظفار وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية بتنظيم الرحلة التعريفية التوعوية إلى منطقة الخذف بصحراء الربع الخالي. نسعى من خلال تنفيذ هذه الرحلة للتعريف والترويج للمقومات والمعالم السياحية التي تزخر بها منطقة صحراء الربع الخالي. أيضا هناك مشاركة من عدد من الجهات ذات العلاقة، نسعى من خلال هذا المشاركة إلى تجسيد وتوحيد الجهود، ونسعى أيضا إلى تحقيق أو تسليط الضوء على ديمومة نقاء هذه البيئة الصحراوية الجميلة. وقد تضمنت الرحلة حملة نظافة لعدد من المواقع السياحية وتركيب لوحات إرشادية عند المركز الإداري لنيابة الشصر قبل الوصول للمواقع السياحية. من خلال هذه الحملة نتمنى أن توصل رسالة مجتمعية للجميع، للسواح أو الزوار لهذه المناطق الطبيعية التي ما زالت يعني محافظة على طبيعتها وعلى بيئتها، والأماكن هذه أصبحت اليوم مزار كثير من السواح من داخل البلد وخارج البلد. وتهدف الرحلة إلى تحقيق عدة أهداف أبرزها رفع مستوى الوعي البيئي والسياحي وتسليط الضوء على تنمية وتطوير السياحة البيئية المستدامة والوقوف على أهم التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها، والتعريف أيضا بالجهود التي تبذلها الجهات المختصة بهذا الشأن. نحن جزء من داعمين لهذه الجولة التعريفية في المنطقة الصحراوية بالمنتج السياحي، فطبعا المخيم الفواز بيأوي كثير من السواح الأوروبيين العابرين ومن كمان من المنطقة المواطنين الذين يحبون يزوروا الصحراء. الاستفادة من هذه الجولة نعم أطلعنا المسؤولين المشاركين على ما هو يعني غير متوفر في المنطقة، توحيدا للجهود بين مختلف الجهات الحكومية لتذليل العقبات وترسيخ الإمكانيات من أجل تحقيق الأهداف المرجوة للسياحة المستدامة. من نيابة شصر، عبد الله بن عبد العزيز تبوك، محافظة ظفار. مهرجان الشعر العماني الذي تنظمه وزارة التراث والثقافة في دورته 11 ينطلق في ولاية خصب بمحافظة مسندم الأحد المقبل حسب ما أعلن في المؤتمر الصحفي لمهرجان الشعر العماني. المهرجان الذي يشارك فيه نخبة من الشعراء من داخل السلطنة وخارجها يمثلون الشعر الشعبي والفصيح، يعمل على إطار التكاملية والمشاركة الفكرية والشعرية. أخبار الثقافة مستمرة معكم من قناة عمان الثقافية وتتابعون فيها بعد قليل. عرض فسيفساء الفتاة الغجرية بمتحف زيوغما بتركيا.
أهلا بكم من جديد. بعد اختفائها أكثر من نصف قرن، تعود لوحة فسفساء الفتاة الغجرية إلى وطنها الأصلي تركيا بعد استعادتها ضمن مجموعة من القطع الفسفسائية كانت قد نهبت قبل 50 عاما. الفسيفساء عرضت بمتحف زيغما للفسيفساء بمدينة غازعنتاب جنوب شرق تركيا. التفاصيل في التقرير التالي. قطع مفقودة من أحد الكنوز الأثرية في تركيا، وهي فسيفساء الفتاة الغجرية، عادت إلى الوطن بعد أكثر من نصف قرن من نهبها وتهريبها إلى الولايات المتحدة. واحتفالا بعودتها، عرض متحف زيغما للفسيفساء بمدينة غازي عنتاب القطع التي تم استعادتها إلى جانب بقايا الفسيفساء التي يعود تاريخها إلى ما يقرب من 2000 عام، والتي أصبحت نظرتها وشعرها الأشعث رمزا للمدينة الواقعة في جنوب شرق تركيا. واكتشف علماء الآثار الأتراك الفسيفساء منذ 20 عاما أثناء عملية التنقيب في مدينة زيغما القديمة التي أسسها أحد جنرالات الإسكندر الأكبر بالقرب من مدينة غازي عنتاب الحديثة، وحينها وجدوا أن العديد من القطع المصاحبة لها قد تم نهبها بالفعل، وتم تهريب تلك القطع إلى خارج البلاد في الستينات، واشترتها جامعة بولينج جرين في ولاية أوهايو الأمريكية، وعرضتها حتى عام 2012 عندما تم تأكيد مصدرها الحقيقي وطلبت تركيا استعادتها. وطلبت الجامعة من تركيا شراءها، لكن أنقرة رفضت حسب ما قالت الحكومة التركية. وبعد محادثات استمرت 5 سنوات تم التوصل لاتفاق لإعادة القطع الأثرية المنهوبة. وازدهرت مدينة زيغما القديمة على نهر الفرات تحت الحكم اليوناني ثم الروماني قبل تدميرها في حرب في القرن 3 ميلادي، وفسيفساء الفتاة الغجرية التي تبلغ مساحتها 15 متراً مربعا هي الرمز الأبرز لهذه الحقبة التاريخية. يخشى فنانون في كوبا من خنق الإبداع الفني جراء قانون جديد فرضته الحكومة للرقابة على الأعمال الفنية في الجزيرة الواقعة في منطقة البحر الكاريبي. احتج فنانون في هافانا على قانون جديد يقولون إنه سيزيد من الرقابة على الأعمال الفنية وسيخنق الإبداع في الجزيرة الواقعة في منطقة الكاريبي. القانون الجديد ويعرف باسم المرسوم 349 يحظر على الفنانين والموسيقيين إقامة حفلات وعرض أعمالهم في الأماكن العامة والخاصة بدون موافقة حكومية. والإجراء كان في الأساس سيطبق في الأماكن العامة، لكن الآن تم توسيعه ليشمل القطاع الخاص أيضا. الفنان الكوبي ماركو كاستيلو: لا يجب أن تتدخل وزارة الثقافة فيما نقوله أو نتحدث بشأنه، لأن الفن له طبيعته الخاصة لتنظيم نفسه. هناك نقاد سيكتبون عنك إذا كنت فنانا سيئا أو سوقيا، سيكون هناك من يخبرك بذلك وسينتقدونك ولن يذهب أحد لمعرضك. هذه عودة للماضي المؤسف، ماضي الرقابة الضبابي والمناهض للثقافة. فيما تقول الحكومة إن الإجراء الجديد لا يهدف إلى كبح القطاع الفني في البلاد، بل تسهيل جمع الضرائب ومنع الفوضى الاجتماعية. ويخشى فنانون من أن يؤثر هذا القانون على مصدر رزقهم إذا ما تم رفض منحهم الموافقة الحكومية، أو إذا كانت أعمالهم تنتقد القضايا الاجتماعية والسياسية. وقبل أيام اعتقلت مجموعة من الفنانين كانوا يخططون لاعتصام في مقر وزارة الثقافة احتجاجا على القانون. في البيرو اكتشف علماء آثار أكثر من 30 مقبرة في مواقع الكورو الأثري الذي قد يعود تاريخه إلى أكثر من 1200 عام. التفاصيل في المتابعة القادمة. علماء آثار في بيرو أكثر من 30 مقبرة في موقع الكورو الأثري الذي قد يعود تاريخه إلى عام 800 ميلادية، وعثر على المقابر في منطقة تضم أطلالا كانت تستخدم في إقامة المآدب التذكارية للموتى. وبدت أعمال التنقيب في منطقة الكورو قبل 2 شهر فقط، ويعتقد الخبراء أنه لا يزال هناك الكثير من الآثار المتبقية.
وبعض الهياكل كانت دون أقدام، مما يشير إلى إجراء طقوس على الجثث، وكانت التضحية بالبشر شائعة في بيرو قبل الغزو الإسباني. واختفت حضارة موتشيكا بشكل غامض في القرن الثامن الميلادي، وترجع بعض النظريات سقوط هذه الحضارة إلى دور التغير البيئي. ختاماً لنشرتنا الثقافية، نعود هنا للتذكير بأبرز العناوين. تتويج الفائزين في الدورة الخامسة من الجائزة الوطنية للبحث العلمي. لرفع الوعي البيئي والسياحي، جولة تعريفية بصحراء الربع الخالي بمحافظة ظفار. نلتقيكم بإذن الله تعالى في جولة أخرى من أخبار الثقافة. نشكر لكم طيب المتابعة، وإلى اللقاء.